السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا. الفيديو النهارده بتاع النهارده فيديو يعني مخصص، وهي رساله موجهه وفي نفس الوقت يكون فيها افاده لكل الناس. الفيديو بتاع النهارده كان فيه احد الاشخاص منزل ان هو عنده مشكله في ورنيش بلدي او عنده مشكله في شغل عمله قبل كده، وبعدين انا رديت عليه او كومنت يمكن مختلف عن كل الناس، فقلت ان انت ممكن تدي صله بوتال او صله بمجموعه، وبعد كده طبعا بعد السحب وبعد الصنفره وبعد كده ممكن تغش بلد تاني او تغش مجموعه تاني اللي انت عايزه على حسب الفينش المطلوب منك او على حسب المتاح معاك او على حسب استطاعتك انت، تمام؟ فطبعا في احد الاشخاص طبعا بدون ذكر اسماء هو اتريق عليا وقال لي مني، وانا قلت له انا هرد عليك فيديو مش هرد عليك بكلام كومنتات وكده، ان هو طبعا انا اعذره ان هو مثلا لسه سنه صغير او ان هو ما جربش الحاجه ديت، ومش عايز اقول مثلا 97% من الصناعيه ما جربوهاش، فقلت انا هجربها لكم النهارده عملي وهوري لك. هو كان تريقته عليا ان انا قلت يدي صله ومجموعه، فهو طبعا قال ان زي مثلا واحد يقول هيدي صله ومجموعه على ورنيش بلدي او كده، وان هو هيفوش وان هو هيعمل الكلام ده كله، وانا نصحته ان هو يجرب، بس هو يعني الله يسهل له وانا مسامحه عامه. يعني القصد ان انا النهارده هعمل لك زي ما انا وعدت قدام الناس كلها ان انا هعمل لك فيديو على ورنيش بلدي، وقلت لك انا هعمل لك عليه ثلاث حاجات، ارش لك عليه تنف فوم، ارش لك عليه ورنيش فوم، وارش لك عليه صله بوتان، وارش لك عليه مجموعه بوتان ورنيش، تمام؟ والحاجات كلها موجوده اهيت وهختبرها قدامك دلوقتي، ولو حصل اي تفويش او حصل اي حاجه واحنا مع بعض يبقى انا بعتذر لك قدام الناس كلها، تمام؟ ما حصلش اي تفويش يبقى علام برضه للناس كلها اللي ما تعرفش، طبعا الناس اللي تعرف على عينه وعلى راسه واحنا بنتعلم منه، لكن هو علام ليا وليك ولاي حد. وتاني مره اشتري من اللي قدامك وما تهاجموش وما تقعدش تتريق وتعمل شغل العيال الصغيره، تاني مره اشتري من اللي قدامك وتعلم. الراجل قال لك جرب، جرب الاول وبعد كده ابقى اخش الطريقه وبعد كده ابقى اخش قول اللي نفسك فيه كله، لكن ما تبقاش الطريقه بتاعت الرد بتاعتك بالطريقه دي، تمام؟ فخلاص انت موضوعك خلص، موضوعنا ان شاء الله النهارده هنكمله مع بعض. ده دلوقتي الشغل ده واخد ورنيش بلد، انا لسه ما عملتش فيه اي حاجه، ولا واخد عازل ولا واخد صله ولا واخد اي حاجه. التجربه هتبقى دلوقتي حيه قدام عينيكم، هنعملها مع بعض واعمل لكم الثلاث عينات. دلوقتي يا جماعه احنا معانا دلوقتي ده ورنيش مجموعه كبسل 25%، تمام؟ انا كل شغل الكبسل بص بتطلع في الكلام معايا هنا، ده طبعا طلب فوق 600 2K. معايا هنا دلوقتي ده دلوقتي كام؟ 3100 ورنيش 3100. معايا هنا مصلي بلاتي، تمام؟ يعني ده كده ايه الشغل ده كده شغل فوق، تمام؟ معايا هنا المجموعه ديت 25%، ومش عايز اقول 99% من الصناعيه ما بيستخدموش معاها التنر اللي هو مخصص ليها، وانا برضه هجربها لك بالتنر المخصص ليها اللي هو التنر ده، تمام؟ ده تنر 2450، ده 99% من الصناعيه اصلا ما بتشتغلوش مع المجموعه، تمام؟ ولكن انا هجربه لك برضه مع المجموعه وعلى الشغل الورنيش القديم البلدي اللي هو الزيت، يعني شغل ورنيش الزيت. ومعايا هنا ده دلوقتي ده مجموعه صله 2150، مجموعه صله بوتال بالمصلب بتاعها، تمام؟ ده طبعا المصلب بتاعها اهوت 2155، تمام؟ الحصن حظك ان الحاجات دي اصلا موجوده معايا هنا في الشغل لانها حاجه مش جديده عليا، وعلى فكره نقاش مش استوربي، بس الحمد لله بفضل الله اقدر اطلع شغل احسن من استوربيه كتير جدا، والحمد لله الناس كلها عارفه كده، مش غرور مثلا في نفسه ولا هو لا، الحمد لله احنا بنتكلم بشغل وبنتكلم بطريقه عمليه، وعمر ما قلت الكلام ده، بس انت اللي اضطرتني ان انا اقول الكلام ده، ان كنت انت استوربي او كنت انت راجل متخصص على عينه وعلى راسه، انا برضه اوري لك بالطريقه حاجه هتفيدك وتفيد كل الناس. طيب انزل هنا كده يا محمد. دلوقتي انا معايا هنا ثلاث كوبايات شفافه، هم هرميهم في الزباله مش مشكله عادي،
المهم ان انا ايه جايبها لك شفافه عشان خاطر ما الناس ما تقولش ده فيه غش او تقول فيه اي حاجه. هنعمل اول حاجه احط لك ورنيش اللي هو ورنيش المجموعه. افتح ده كده احمر. حاجة بسيطة. بس كده. ده المصدر بتاعه. طبعا انا بحط نسبة تقريبية، لكن انا لو هشتغل انا بشتغل على المسطرة، حاطط المسطرة بتاعتي. تمام كده؟ ده دلوقتي كده معانا الورنيش اللي هو المجموعة، وده الطلق المخصص اللي الشركة عاملاه أصلا للمجموعة. دي المسطرة اللي أنا بشتغل عليها لو هنشتغل شغل مثلا فيه كميات كبيرة أو كده. بس أنا طبعا بعمل عينة صغيرة علشان خاطر إن إحنا بس إيه نفيد الناس وخلاص، لكن أنا مش هشتغل فيها دلوقتي. كده احنا جهزنا اول عينه معانا، ده ايه؟ بتاعت الورنيش المجموع. نخش على الثانيه. ده بقى صلب المجموعه اللي انا قلت لك الراجل يسحق الشغل ويدي منه خفافي وبعد كده هيكمل بقيه الشغل عادي. وده اللي حصل عليه الطريقه والكلام اتقلب، وان انا قلت ورنيش مجموعه وان انا قلت ورنيش فورم والكلام من ده. وان شاء الله هعمل لك الثلاثه وقدام عينيك على ورنيش بلدي. معلش يا جماعه انا اسف، الكمبيوتر اول مره تشوفونا بنتكلم بالطريقه دي، اول مره تشوف فيديو لينا كده، ولكن الناس هنا بتطورنا كده. ما يبقاش الواحد بيتعب عشان يقدم للناس حاجه كويسه ويفيدهم، وفي نفس الوقت يبص يلاقي ان الرد يجي له تريقه ويجي له ان الناس تسخر منه او كده. وطول ما انت بتتريق وطول ما انت بتسخر من الناس هتطلعك زي ما انت مش هتتعلم اي حاجه جديده. طول ما انت فاكر نفسك ان انت كده وصلت، لا لسه بدري عليك قوي. ولسه بدري عليا انا كمان. طبعا رضا حسنين يوتيوبر كبير جدا يا جماعه من الناس الفنانين اللي انا بحترمهم جدا وبحترم شغلهم جدا، ولكن برضه هو رضا يعني يمكن ما جربش الطريقه دي، يمكن هو فاهم السؤال غلط. تمام؟ فاحنا برضه قلنا هنعمل رد للناس كلها. حط لي ماشي مثلا. بس. طبعا ده دلوقتي صوره في البوتاج. وهنعمله على ورنيش بلدي. وده برضه الطينر اللي هو يشتغل معاه. ده طينر اصلا لكل مجاميع البوتاج. هو ده طينر بولي ورسال، ده طينر مخصص لشغل المجاميع وشغل السيارات واي حاجه بوتاج، هو ده الطينر اللي شغال معاه. طبعا مش متوفر عند موالين كتير ومش متوفر عند ناس كتير، بس انا بحب اشتغل الحاجه زي ما الشركه عاملاها عشان ما يحصلش معاك ضغوط في الشغل. وبنوفره الحمد لله يعني. ده فاضل معانا ايه؟ ورنيش الفرن. ماشي. كده يا جماعه ده دلوقتي عينت، قلنا ده ورنيش المجموعه 25. وده صله المجموعه. بعد كده بقى ورنيش الفورم. طبعا العلبة لسه مرشمه يا ابني رشمها. لسه مرشمه يا ابني، بس لحد ما انا حاطط فيها ورنيش بلد ولا حاجه. حكم احنا شعب يموت في التشكيل وشعب
يموت في ان هو يسخن من الناس ويتريق على امه خلاص. برضه ده المصلب لسه بيشتغل. وده برضه التنر اهوت برضه بيشتغل. مش خساره في طيبه قلب اي حد. طبعا النسبه بتبقى معروفه 1:2 او 1:50%. فانا طبعا بحط النسبه التقريبيه دي في الكوبايه بالنظر، لكن لو هشتغل بنظبط النسبه على المسطره. ده دلوقتي دواء نشف فوق، طبعا معروف ان هو شفاف ودرجه الشفافيه عاليه جدا. اي ورنيش لامع عامه الشفافيه بتاعته عاليه جدا. ده التنر اهوت اللي هو 2K 600. معلش انا شفت ده نغطي بقى العلب بتاعتنا. معلش يا جماعه هو الفيديو ربما ضغط النافعه، يعني هو الفيديو ان شاء الله هيفيد ناس كتير جدا. اما حته المجازفه وكده انا بحب اجازف في اي حاجه وبحب اجرب كل حاجه عادي يعني. وانا لو ما جربتش ولو ما جازفتش هفضل زي ما انا. طبعا هنزل الحاجات دي عشان ما تدوقوش معايا. كده دلوقتي طبعا يا جماعه انا حاطط على كل العبوه العينه اللي احنا عملناها بتاعتها. ده كده ورنيش الفرن، وده كده ورنيش المجموعه، وده صله بالمجموعه، يعني الثلاثه بروتات. تمام. طبعا ده دلوقتي الباب اهوت واخد ورنيش بلدي، انا لسه ما عملتش في اي حاجه. هعمل لك عليه التلات عينات جنب بعض. ماشي. ده كله ورنيش بلدي اهو، مش شغلي، هو شغل قديم وانا برضه هجدده. طبعا شغل مش مخدوم ما علينا، المهم ان هو واخد ورنيش بلدي وانا لسه هجدده تاني. تمام. طبعا يا جماعه لما بنقول لحد على اي معلومه عمري ما بقولها الا لما اكون واثق فيها 100% او اكون جربتها. سيب 50 سنت يا محمد والزقزقه يعني. ايوه كده ماشي. هنعمل لكم ثلاث عينات على الشغل وان شاء الله باذن الله النتيجه. انا واثق من شغلي وواثق من اللي انا عامله، لان انا قبل كده عاملها في شغلي بدل المره 10. انزل شويه. في ناس طبعا فاهمه وعارفه ومجربه الكلام ده، وممكن تكون ما بتعملش مثلا فيديوهات او كده عادي. والمفروض ان انا حتى لو رديت رد غلط يعني خلاص، انت مثلا ممكن تقول لي مثلا، خاصة ان احنا اصدقاء، ممكن ترد عليا مثلا على الخاص وتقول لي مثلا عم ابراهيم طب استفسار عن الحاجة ديت هي صح ولا هي غلط او كده. لكن مش تجي لي على العام وتقل مني وتحاول ان انت، الحمد لله ما حدش يقدر يقل مني. انت في للاسف في الاخر انت قلت من نفسك مش قلت مني انا. كده التلات عينات. اول عينه معانا اهيت، ده اللي هو الصله. طبعا الصله بتلاقي لونه قفل شويه عن البرنيش،
ده ونيش مجموعة 25%. طبعا دلوقتي اول عينة هعملها لك فوق، ده اول عينة اللي هي معانا السبب المجموعة، ده ونيش بلدي. طبعا بدي طبقه كمان، ما بوشش مثلا عفر وخلاص. تمام، دي كده اول عينه معانا عملت لك السيرب اللي هو المجموعه. هو بيقول لك حالا بعد الجفاف هيبقى شكله ايه، عشان ما تقولش مثلا بعد 5 دقايق هيفوش ولا حاجه. مش مشكله، لا ده كده شغال. ادي كده يا جماعه، دي اول عينه معانا اهيت، على مد طبقه زي ما انتم شايفين. دي كده اول عينه اللي هو الصلب المجموعه، صلب البوتان. تمام، طبعا اللي تحت لسه ما خدش حاجه، اللي فوق هو اللي اخد صلب المجموعه، واللي تحت لسه هديله دلوقتي العينه الثانيه، نوش بعد كده ايه ونش المجموعه برضه. واخيلك اخر عينه تحت اللي هي ونش الفرن ال 3100 او ال 300 او 3/8 او 60/70 او 50/60/50 او 60/30، اي ورنيش فورم الحمد لله يعني عادي، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. عمري ما هجرب في حاجه الا لما اكون عارف النتيجه بتاعتي. تمام، طبعا يا جماعه دلوقتي انا رشيت كمان القوايب دي، لو بره برضو ان ممكن حد يشكك يقول لك مثلا اللي في النص ده معمول حاجه والعرض معمول حاجه، برضه خدت لك حاجه، ما احنا الشعب بنموت في التشكيل. فانا طبعا خدت لك برضه القوايب دي دلوقتي، خدت برضه صله المجموعه. تمام، 10 دقايق بالظبط هتنشف ان شاء الله، وخمس دقايق وهوري لك ان هي ما فيهاش اي مشكله. على فكره الفيديو ده يعني انا بشكرك ان انت اديتني الفكره ان انا اعمل الفيديو ده، لانه هيفيد ناس كتير جدا. يعني انت هتبقى سبب رب ضاره نافعه، يعني سبحان الله. الكلام اللي انت عملته او اللي انت عملته ده يعني هيفيد ناس كتير جدا، وهيكون سبب في ناس كتير تعرف معلومه زي ديت، او انا مثلا ما عملتهاش قبل كده. فطبعا انا بشكرك بالنيابه عن نفسي وبالنيابه عن كل الفانز اللي متابعين معايا، ان انت كنت سبب في ان احنا نعمل فيديو زي ده. خدت هنا بقى ده دلوقتي ورنيش المجموعه ال 25%. طبعا مش محتاجه كل ما اخد كميه صغيره. ماشي شغال دي كده، ونيش المجموعة ال 25. وقف ولا هو شغال عادي. طبعا بس بقى بين كل طبعا عينة والتانية بغسل مسدس بطنها وكده، علشان خاطر ايه الونيشات ما تخشش على بعضها. طبعا بعد كده عندنا الورنيش اللي هو ال 3100 او ال 300، ده طبعا ورنيش اكريليك سيارات. ماشي، طبعا الناس بتقول ان هو احلى حاجه، وطبعا دي كلها دهانات ناريه ودهانات شديده جدا، بس انت هتبقى عارف ازاي تستخدمها. يعني انت ما يشغل، المهم ان انت هتبقى عارف انت بتعمل ايه وتبقى فاهم انت بتعمل ايه. دي كلها دهانات ناريه، والحمد لله احنا بنعرف نتعامل معاها كويس. ده ورنيش الفرن اهو بتاع العربيات، ورنيش سيارات 300. ماشي، تعالى كده عملت زوم. ماشي،
اخر عينه عملها لك اهيت اللي هي قلنا زي ما بنفكر برضه الناس اللي دخلت معانا دلوقتي ده على ورنيش بلدي وهنشتغل عليه ورنيش فوق وعملنا قبل كده ورنيش مجموعه اهوت وعملنا فوق سيرب وغيتان مجموعه دي كلها بياناتنا هي والحمد لله النتيجه هي هوريها لكم دلوقتي كملوا بقى في البابا وخلاص يعني ده ورنيش فن عربيات يا جماعه يعني انا مستحي من ان انا مش واضح فهكملهم في البابا وخلاص عادي ما يزيطوا بقى هنشيل بس الناس ده ايه وانا عايزه يفوش انا نفسي ان هو يفوش طبعا دلوقتي شباب قرب من هنا شويه اول عينه الحمد لله شدت معانا اللي هي صله المجموعه على ورنيش بلدي وفقط تاني يا جماعه ده صله المجموعه على ورنيش بلدي وتاني خامه اللي هي ديت دلوقتي في جفاف سطحي برضه على ورنيش بلدي وانا عامل دلوقتي ورنيش مجموعه 25 قدامها اشيل لزق ولا سيبها دلوقتي؟ سيبها دلوقتي. الجزء التحتاني ده كله واخد ورنيش اكريليك سيارات، ورنيش فوم عربيات، الجزء التحتاني ده كله. تمام؟ عادي انا ابوظ الباب مش مشكله واعمله تاني، يعني انا نفسي ان هو يبوظ ونفسي ان هو يفوش. وانا برضه اعرف اتعامل معاه ازاي. انت ممكن الشغل لما يفوش معاك انت ما تعرفش تتعامل معاه. فانا بعمل لك حاجه برضه اعرفك ازاي تتعامل مع الشغل. خلي لازم يجي بقى. طبعا دلوقتي يا جماعه اهوت اظن واضح اول عينه انطفت اللي هي معموله صيغه بوتان احاول اجيب لكم اللمعه اول عينه ديت صيغه بوتان ثاني عينه ديت ورنيش 25% لسه طبعا هينطفي هو بدا ينطفي اخر عينه ديت اكريليك سيارات او ورنيش عربيات ورنيش فرن تمام طبعا انا اخدت الجزء التحتاني ده كله ورنيش فرن عربيات طبعا الدهانات كلها دهانات نارية ولكن المهم ان انت تبقى عارف زي ما قلنا انت بتتعامل معاها ازاي او ازاي ان انت تتصرف في حاجة زي كده تمام احنا كلنا وارد ان في شغل يفوش معاك بالذات لما يكون شغل قديم وشغل انت داخل عليه ما انتش عارف هو متشطب ايه عادي مفيش مشكلة انا عن نفسي بيحصل معايا شغل بيفوش ولكن المهم ان انت تعرف ازاي ان انت تطلع من التفويش ده او تطلع من الموقف ده تمام طبعا الباب ده واخد ورنيش بلدي واخد ورنيش زيت طبعا يا جماعه والله بقدر الله ان الشغل ده الحمد لله انا جايب فيه الخامات ديت وكده كده انا شغال بالخامات دي اصلا دايما والحمد لله بشتغل بيها اكتر من الاسترجيه وبشتغل بيها اكتر من اي حد فاتح ورشه كمان بس احنا ما بنرضاش نقول الكلام ده عشان خاطر في ناس ممكن تزعل يقول لك مثلا ان انت شغال في الحوائط خليك في الحوائط او كده ولكن الحمد لله انا بفضل الله وصلت لدرجه كويسه جدا سواء في الحوائط او سواء في النجاره. وطبعا كله الحمد لله بفضل الله ثم دعوات الناس اللي بتحبني والناس اللي هم يتمنوا لك الخير فعلا الحمد لله بيدعوا لي دعوات كويسه وده بيقعد لي في شغل اكيد. وانا برضو ما ببخلش على حد يعني انا دايما بحاول ان انا لو عندي اي معلومه انا لغيت من قاموس حياتي سر المهنه كلمه سر المهنه دي لغيتها خلاص لا احنا بنحاول ان احنا نعمل علم ينتفع به ان احنا نشغل الناس يبقى حاجه كويسه في حياتنا وبعد مماتنا تمام لكن طبعا اللي يزعل ان انت ما يبقاش مقابل كده تلاقي حد مثلا يقول لك كلمه تزعلك او يا ريت حتى بيقول لك في وشك ده داخل بيتريق من وراك او بيتكلم من وراك طب انت ليه تتكلم في ظهري طب ما انا كنت معاك في الوش ما تقول لي واحد اتنين تلاته وانا رديت عليك بكل ادب واحترام
تمام. وطبعا الناس كلها شافت الكلام ده، ولكن بقى افاجئ ان هو يخش يتريق عليا من ظهري. طبعا ديت حاجه مش كويسه، وعلى العموم حصل خير رب ضارة نافعة. يعني اللي انت عملته ده ان شاء الله هيكون نافع لناس كتير جدا. ده كده يا جماعه اهوت النص التحتاني ورنيش فرن عربيات، واللي في الوسط ورنيش مجموعه 25% كبسي، واللي فوق سيلر بورتان كبسي. تمام. طبعا ده بدا ينطفي كمان اهوت، بس خلاص بقى فيه جفاف سطحي. طالما عدى على الشغل اكتر من 5 دقايق او 10 دقايق او بقى فيه جفاف سطحي وما حصلش معاك مشاكل زي كده، تعرف ان انت الحمد لله شغال شغل 100 100، وعمر ما هيحصل فيه اي حاجه. طالما بقى فيه جفاف سطحي ومفيش تفويش، تعرف ان انت الشغل بتاعك مظبوط. ادي اللي فوق خلاص اهيت، ممكن نشيل اللزقه بتاعتها كمان اهي. تمام. وحتى اللي تحت كمان بقى فيه جفاف سطحي. طبعا انتوا عارفين الدهانات ديت سريعه الجفاف، طبعا ما بتفرقش صيف شتاء، الدهانات ديت سريعه الجفاف، والحمد لله شغالين كل حاجه بالطنر المظبوط بتاعها عشان خاطر ناخد النتيجه المثاليه بتاعتها. نفك اللزقه ديت. تمام. كده الشغل اهوت يا جماعه، الحمد لله زي الفل. كده يبقى احنا عملنا لكم التلات عينات على ورنيش بلدي، واسف جدا اذا كنت طولت عليكم، بس طبعا تلات عينات في فيديو واحد طبعا بيحتاجوا شغل وبيحتاجوا ان انت تجهز وكده، فغصب عن ان الوقت مثلا طال معاكم شويه. عملنا لكم تلات عينات ورنيش فرن سيارات على ورنيش بلدي قديم، عملتلكم صله ومجموعه بروتان كبسي على شغل قديم ورنيش بلدي قديم، وطبعا كلهم على خامه ورنيش واحده. تمام. عملت لكم العينه الثالثه اللي هي ورنيش مجموعه برضه على ورنيش بلدي قديم زيت. تمام. كده انا عملت لكم الثلاث عينات. اتمنى يكون الفيديو فيه افاده ليكم وليا، وادعوا برضه للراجل الطيب اللي هو كان سبب في ان انا عملت لكم الفيديو ده، ادعوا له بالهدايه، ربنا يهديه وربنا يعلمه ويعلمنا كمان احنا وياكم، ربنا ينفعنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.